قسائم شدادية. قبل أتكلم عن توزيعات في شدادية أحب أقول لكم إن مدينة شدادية هي من أوائل المدن الصناعية، كل ما تم توزيعها بالسابق هي مناطق صناعية. أول ما توليت الوزارة لقيت هناك موافقات متراكمة من سنة 97 أكثر من 4000 موافقة وليس طلب. فسألت الأخ المدير ليش ما نوزع الأراضي اللي متوفرة الآن، هل في مانع؟ فقال أضعنا خطة وخارطة الطريق أن نعمل فيها، وهذا اللي صار بالفعل. لكن الأشد أسفي الشديد هناك، وأنا مو قاعد أتكلم عن الأخوة المستجوبين، هناك من يريد أن يخلط الأوراق ويربط هذه التوزيعات بالاستجواب وأنها ترضيات للمتنفذين. لكن الحقيقة لا تقبل بالشك، هذه التوزيعات ما كانت وليدة يوم وليلة ولا شهر وشهرين، بل هو شغل متواصل. الكثير منكم يعلم هذا الكلام، والآن سوف أبين لكم المستندات. حطي يعني. هذا أول إعلان بالنسبة للي عندهم موافقات لكن قديمة. بدأنا العمل منذ تاريخ الإعلان 10/2/2018، أي قبل سنة وشهر من الاستجواب. قلنا يا أخوان اللي عنده موافقة قديمة خلي يحدث أو يطلب تحديث دراسة الجدول، وتقدم من 4000 1791. وبعدها حطينا إعلان ثاني قال لكل من تقدم بطلب يريد أن يحدث دراسة الجدول خلي يحدث دراسة الجدول، وهذا كان أيضا 10/6/2018. هذا الإعلان قدامكم، خلي أعرف أيضا الشعب الكويتي أن تاريخ الإعلان يعني نتكلم هناك بعد ما بين وقت الاستجواب والإعلانات. وأنا بعرف أني ليش كان ما نطرح القسائم الصناعية تصعد الأمور، وبعرف لمصلحة من لا يريدون أن نوزع القسائم الصناعية. أبي أسألكم بالله، تبقى الأراضي مرتفعة صناعة، أكو أرض بلد بالعالم الأرض صناعية 1000 متر مليون دينار؟ أبي أسألكم بالله، 1000 متر مع أجارات على 12000 و14000 لصالح من؟ أنا مو قاعد أتهم أخوان المستجوبين أبدا، ولكن قاعد أشوف، وقال لي أحد الناصحين قال لي هذه يمرة الله يعينك عليه،